عشر من آذار تمر الذكرى السنوية الرابعة والثلاثون لمجزرة حلبجة الشهيدة في إقليم كردستان العراق والتي قصفت بالسلاح الكيماوي من قبل النظام الباعث في العراق في 16 آذار عام 1988، وما زالت هذه الجريمة المرعبة تشكل جرحا عميقا في وجدان تاريخ الشعب الكردي وتعكس حجم الظلام والاضطهاد الذي تعرض له الكرد على يد الأنظمة الدكتاتورية. إننا في مجلس مخيم سريكانية ندين هذه الجريمة وكل الجرائم المرتكبة بحق الشعوب وجراء السلاح الكيماوي. ندعو أن تكون هذه المساء دفاعاً ومحفزاً لبذل المزيد من الجهود لتعزيز وتطوير إقليم كردستان وفي جميع المجالات وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء والعمل على توحيد الصف الكردي في مواجهة التحديات الصعبة وفي الظل الدقيق التي تمر به سوريا والعالم وفي الوقت الذي نجد فيه الدعوة للمجتمع الدولي اعتبار 16 من آذار يوم عالميا لمكافحة الأسلحة الكيماوية ومنع استخدامها. ومن هنا فإننا نحث أبناء شعبنا الكردي لأخذ العبر من التاريخ وجعل هذه الذكرى الأليمة حافزا لرص الصفوف ومواجهة التحديات والحفاظ على المكتسبات المتحققة وحفاظ التوجيه الجهود والإسراع في إنهاء حل الانقسام. المجد والخلود لشهداء مجزرة حلبجة وجميع الشهداء والخزر والعالم المجرمين ومستخدمين الأسلحة المحرمة الدولية.